نروح معاكم مرسى مطروح ونشوف تقرير عن تطوير افتتاح 3 كرة ضمن القرى الأكثر احتياجا بعد إعادة الإعمار ضمن مبادرة حياة كريمة بمشاركة جمعية الأورمان. تامر مجدي كان هناك. من الصعيد لمرسى مطروح، الحياه الكريمه بدات في كل قرى مصر. النهارده مركز الحمام 30 بيت بيفتتحوا بيتسلموا لكل اهالينا في مرسى مطروح. الحياه الكريمه بقت موجوده في كل شوارع مصر. خلينا نشوف ايه اللي بيحصل النهارده في مركز الحمام. كل الاهالي بيشاركونا، اللي حتى من اهل القريه وخارج القريه، ودي كانت توجيهات سياده الرئيس. اللي احنا عندنا الأورمان، عندنا تحيا مصر، عندنا وزاره التضامن الاجتماعي، عندنا في دور للمحافظه او في هذا الموضوع، لان نتكاتف كلنا نخرج القريه الاكثر احتياجا بيها ان فعلا تبقى فيها لها حياه كريمه. وزي ما شايف حضرتك، كهرباء، طرق، مدارس، مراكز شباب في قصار في صحف القرى دي. فالحمد لله دي تدل ان الدوله ان شاء الله مهتمه ومصر بخير ان شاء الله. احنا في 3 قرى بنسلم حوالي 77 بيت. في 3 قرى بناخد البيوت الاكثر احتياجا، ويمكن زي ما حضرتك سمعت كده الاخ اللي هو صاحب المنزل، احنا بناخد المنزل عباره عن بوص، ما فيش شبابيك، في ابواب، الارضيه تراب زي الشارع ده، كل حاجه. يمكن الابناء الصغيرين لما قال لك اجمل حاجه في البيت ان انا بيت بقى جميل، في حمام، حضرتك شفت الحمام والمطبخ والرخام، شفت النجف، شفت اللمط، شفت كل حاجه. فحقيقي فعلا احنا بنتكلم النهارده حياه كريمه. يمكن وانا بعيدها دايما لما سياده الرئيس قال ان البطل الحقيقي للمرحله دي هو الانسان المصري. الحمد لله ان ربنا الرئيس عمل لنا حاجه حلوه، الحمد لله نحمد ربنا على كل شيء. والله انا حاسه بفرح جامد قوي اللي هم نظفوا القريه ونظفوا الزباله اللي احنا كنا عايشين فيها. بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يخلي الرئيس. والله العظيم احنا البيت عندنا كان حاجه يعني ما ترضيش ربنا، فربنا كرمنا سبحانه وتعالى بالسيد الرئيس لما قال لنا يلا قوموا زي الناس. اي والله، والله العظيم السيراميك ده كنا بنشوفه في المستشفيات. ربنا كرمني بقى عندي سيراميك، عندي رخام، وودنا فلوس، خدت بالك انت؟ فصراحه ده فرح والله. عايشين زي الناس، ما عايشه نعيش زي الماء بتنزل علينا عادي. والوقت الحمد لله نحمد ربنا ونشكر فضل عند 60 متر اوضتين وحمام وفسحه 100 100. شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي على المشروع. العالم هنا المطر شديد، مطروح، مرسي مطروح، الاسقف عليها مجمع بوص تنزل بميه تراب. دلوقتي بقى زيت، بقى خشب لوح، بقى سيراميك، بقى رخام سلالم، بقى حاجه كنا نحلم بها. شهور المصريين في مطروح كانوا عايشين بالطريقه دي والشكل ده. بعد مبادره الرئيس لحياه كريمه لكل المصريين بقى عايشين هنا وبالشكل ده، بيت جديد وتاهيل منازل وكمان طرق وكباري ومدارس وصرف صحي. كل ده بقى موجود بعد مبادره الرئيس لكل المصريين ان هم يعيشوا بجد حياه كريمه. تامر مجدي، 90 دقيقه، قناه المحور.